الناس مش عارفة تتعامل مع بعض بطريقة صحيحة، ومش عارفين نعمل إدارة للمشاعر بتاعتنا. أقول لك لا لا، وانت ضمن الحاجات بقى الشبهات، يعني أقول لكم كل الحاجات اللي بتقال عشان نعرف نرد عليه. بصي بقى دكتورة هلا، موضوع المشاعر ده مقدرش، مش بتاعتي. يعني أنا حبيت بقى، الحب ده بتاعي بقى ولا لا؟ حاجة اتحطت كده واترزعت بيها كده، لا. فالمشاعر دي مش بتاعتنا وما نقدرش نتحكم فيها. ده أول شبهة، ده غلط، ده مش صح. احنا ينفع نتحكم في مشاعرنا، وينفع ندير مشاعرنا، وينفع اعمل كنترول على المشاعر. طيب نقطة تانية، يقول لك لا، ما هو انا معلش يعني حد اغضبني وبتاع، ما انا لازم اطلع الامر بقى وادي له بقى واعرفه قيمته، وبعدين بقى انا لو في ايده سلطة هبقى غلط. يعني من ضمن الجمال في ديننا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. حتى الله عز وجل لم ينكر عليك ان هتبقى في عندك مشاعر داخليه، لكن ايه الامر الجميل؟ اعدل. حتى لو انا جوايا وتحت ايدك الناس اللي اذوك او كذا، او اتحطيت في موقف وهم كذا، اعدل. من العدل ملوش علاقه بالمشاعر. واحد راح لمين؟ بتاع سيدنا عمر، اللي قتل اخو سيدنا عمر بن الخطاب، زيد بن الخطاب. فاللي قتل اخو سيدنا زيد، سيدنا عمر لما كان بيشوف كله يعني اليك وجهك عني، يعني مش عايز اشوفك، قال له وهل يمنعني، يعني يمنع مني الحق او ان انا اخد حقوقي كرهك ليا او الامر اللي انت فيه ده، المشاعر اللي جواك ده؟ قال له لا. قال له خلاص، انما الحب للنساء انما يبكي على الحب النساء. الفكره في ايه؟ ساعه ما يبقى عندي حتى لو مشاعر اعدل. دي تاني نقطه. يبقى اول نقطه، احنا نقدر نتحكم في مشاعرنا، ومش حاجه اسمها اصلا مش بتاعتي، اصل انا اترزعت كده، لا. والنقطه الثانيه، انا اعرف ادير الامر، يعني اعرف اتحكم واعرف ادير. وتاني حاجه، لو اللي انت جواك مشاعر سلبيه تجاهه وقع تحت ايدك، او جه موقف نصره ليه بالعدل، اعدل ولا يجرمنكم، اعدل هو اقرب للتقوى. دي نقطتين في البدايه. طيب الناس بقى اللي بتنفعل وما بتعرفش اصلا تتحكم في مشاعرها، بصوا بقى، بتخسر مواقف كتير جدا، مش مواقف بس، ده بتخسر علاقات، وتخسر اشخاص، وتخسر وقت راح. طيب يقول لك هو المشاعر هي اللي بتجيلنا ولا احنا اللي بنروح لها؟ يعني انا قاعده في حالي كده وبعدين الغم جاي لي لحد، يعني انا المشاعر مش جايه، الغم هو اللي جاي لي. لا، حتى لو اصلها دنيا، بس عشان بس نشرح نقطه نقطه، اصلها دنيا يا جماعه. يعني ايه دنيا؟ يعني هو انت لازم، لنبلونكم، الله عز وجل لازم في ابتلاء في الدنيا، ولازم الله عز وجل يختبرك فيها. يختبرك بقى وانت قاعد ما شاء الله في الطراوه وجميل، تبقى ايه لازمتها؟ ما تبقى جنه بقى. امال هنامل الجنه ليه طالما الدنيا حلوه وجميله وسعيده كده؟ لا، طالما الدنيا يبقى انا وضع اختبار، وكل حاجه بتجيلي، وفي قلق وفي اختبارات وفي تربيه من الله سبحانه وتعالى، وفي تلاقات جايه، ولازم الله عز وجل يوم تحب ربنا هتثبت ولا تعمل ايه، والله سبحانه وتعالى يشوف رد فعلك في الامر. طيب لا، انا في دنيا وبعدين المشاعر جايه لي السلبيه لحدي والكلام ده، ما هو لازم يجي لك ابتلاءات، ولازم يجي لك حاجات، انت متضايق، انت متنرفز، انت كذا، انت غضبان، امر طبيعي. لكن رد فعلك وتفكيرك على الحاجه اللي جايه لك هي اللي بتحدد. يعني ايه؟ ما هي اللي جايه لك لحدك، بس انت شفتها ازاي؟ ها؟ النار دي مفيدة ولا مش مفيدة؟ الدنيا بتمطر، الناس تشوف يا دي الغرقان بقى اللي احنا فيه بقى، ولازم ما اعرفش هنعمل ايه ونلبس ايه ونعمل، ما احناش نازلين ولا تلج جاي مثلا، ولا ايام العواصف وبتاع تقعد بالاسبوع ما فيش، وبعدين بقى عشان تيجي البلدية تشيل التلج، ما اعرفش، عشان الناس تمشي تاني بعد اسبوع لو في عاصفة ولا حاجة. وناس تانية تقول لك كرم من الله عز وجل، هذا خير، والله نعمة، والله اللهم اجعله على النباتات والزروع وعلى كذا، يا رب نسألك خير يا رب. طريقة تفكيرك انت للي جاي، حتى لو مشاعر سلبية، الحمد لله ان حصل عندي كده علشان اعرف اتصرف، الحمد لله ان انا حصل كده، طب ما في ظلم يعني، وفي كره، وفي غضب، وفي كذا، انا اقول لكم نعمل ايه؟ اصل هي احنا يعني الموضوع مش هيخلص في حلقه، يعني انت عندك مشاعر غضب، تمام؟ هنتكلم عليها، واتكلمنا قبل كده، على فكره 2019 اتكلمنا حلقه طيبه جدا، كانت عن ازاي ان انا اواجه الغضب وما اخدش قرار ابدا وقت الغضب، وازاي ارتاح في وقت الغضب عشان ما يبقاش انا مستجيب، اي حد يسرني ويغضبني فانا شعنونه طالعه، لا. ممكن نعيدها تاني. وعندك مشاعر سلبية برضو، التوتر، القلق، الخوف، الاستياء، أنا مستاء، كل الحاجات دي
فالدنيا مش حلقه وهنكروي، فلازم كل حاجه على حده، وان شاء الله باذن الله نبقى ناخدها في حلقات تانية. لكن بشكل عام انا جاي طريقه تفكيري